بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، جمهوري هذا الميدان، على بركة الله اعلنت اللجنة العليا عن انطلاقة شوط من انطلاقات الخير والبركة. ما شاء الله، هذا الكم المميز من هذا الانطلاق، من هذا الدفع ايها الاخوة في هذا اليوم الجميل. اسير هناك مع ملوح يمعه بن حمد بالصقعة الاغفري، من يدفع بملوح ثاني المراكز سرابة لمحمد بن سالم بسلطان ابو نواس، وفي المركز الثالث هملوله ما شاء الله حمد بن راشد بن ناية على الاغفري. ها هي النتيجة ايها الاخوة، ملوح في المركز الاول، من تسيطر على مقدمة الشوط، من باحثة عن الناموس، من راحلة هنا على الدرجة رقم واحد مع اهلي مشرف. انتقل وياكم الى سرابة لمحمد بن سالم بن سلطان ابو نواس، ثالث المراكز شعار بن ناية على ظهر هملولة حمد بن راشد بن ناية. هكذا هي النتيجة ما شاء الله يا ملوح. ملوح ملوح بدأت تقترب سرابة مع الميتين المتر الأخيرة، الميتين المتر الأخيرة. بقول سلام مشرف، سلام سلام مشرف، سلام ولها للخوانيج. بقول تهانينا والناموس للسيد يمعه بن حمد بالصقعة الأغفري بمناسبة فوز ملوح. ولكن القادم مع طيف، طيف يا طيف 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 عامر بن سلطان الهاشمي في اللحظات الاخيره. تعال الناموس للسيد حمد يمعه بن حمد بالصقعة الأغفري، المركز الثاني طيف لعامر بن سلطان الهاشمي، سرابة ثلاث مراكز محمد بن سالم بن سلطان ابو نواس. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه دقيقه 33 ثانيه 43 جسم الثانيه هو التوقيت. ملوح تحانينا للسيد يمعه بن حمد بالصقعة الأغفري.